السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فمرحبا بكم مجددا في سلسلة أول سيسكو لابس للمهندس عادل الحميدي. الحقيقة حابب النهاردة أبدأ بإني أعرفكم إن إحنا أنشأنا جروب، الحقيقة جروب على الفيسبوك اسمها أول سيسكو لابس للمهندس عادل الحميدي، والحقيقة ربنا يبارك فيه أخونا محمد من فلسطين. كانت الفكرة الحقيقة ليه مع إصرار شديد منه الحقيقة، فأنا نزلت على رغبته وحسيت إن فعلا الفكرة إن شاء الله هتبقى ممتازة. والسبب اللي خلاني الحقيقة أوافق إن أحيانا ممكن أتسأل على نفس السؤال مثلا 20 مرة من 20 واحد يبعت لي إيميل أو كده، فإحنا حبينا الحقيقة إن أي استفسار يتسأل مرة واحدة ونجاوب عليه مرة واحدة. طيب، عايزين مكان يجمع الشباب او المهندسين اللي بيتابعوا الفيديوهات، فقلنا خلاص نعمل جروب على الفيسبوك، والحقيقة هو ده كان السبب الحقيقي وراء انشاء الجروب. ارجو طبعا من الجميع انه يبدأ يشارك ويحاول يتابع الحقيقة علشان يستفاد. طبعا بيشرفنا دايما بمروره المهندس ايمن النعيمي. هو الحقيقة أول مشاركة ليه كانت في الجروب إنه حسب لنا عدد الساعات بتاعة الفيديوهات، فربنا يبارك فيه ويجزيه عنا خير الجزاء. أما بخصوص السلسلة الحقيقة، فإحنا وصلنا الحقيقة للحلقة رقم 21 اللي هي الجزء الثالث في الريب. النهاردة بسجل الحلقة رقم 22 أول سيسكو لابس ريب بارت 4 الحقيقة. والحقيقة حابب النهاردة في يعني من خلال الفيديو أجاوب على سؤال مهم جدا اتكرر كتير، فخلونا نبدأ. طيب، ايه السؤال اللي بيتسأل دايما وبيتسأل كتير الحقيقة؟ السؤال دلوقتي معظم الناس بتسأل، انا انشأت اللاب وبعد ما خلصت وعملت الكونفيجريشن وقفلت اللاب كل الكونفيجريشن اتمسحت، لما جيت افتحه مرة تانية لقيت كل الكونفيجريشن اللي كنت عملتها اتمسحت وبضطر اعملها من جديد، مش عارف احفظ ازاي. يا جماعة، احنا قلنا ان في بعض نسخ الاي او اس الحقيقة مش متوافقة مع جي ان اس، يعني بتعمل مشاكل مع جي ان اس، وفي بعض النسخ لما بتحفظ بيحفظ الامر. طيب، علشان كده الحقيقة انا حاولت اغير الديزاين اللي احنا شغالين عليه. خليني افتحه لكم. الحقيقة السبب وراء ان انا غيرت الديزاين حاجتين الحقيقة. اولا ان جي ان اس نزلت اصدار جديد، سمعت ان فيه شوية فيتشر كويسة، فكنت حابب ان انا اشيل الفيرجن القديم وانزله اللي هو الفيرجن 8.2 من جي ان اس. فشلت جي ان اس القديم وحملت جي ان اس دوت، وكمان قلت خلينا اغير الموديل ونسخة الاي او اس. لو تلاحظوا هنا نسخة الاي او اس 3745، معرفش هي دي اللي انا كنت مستخدمها قبل كده ولا لا، وهنا 3640 وهنا طبعا 7200. النسخ دي اللي انا كنت مستخدمها قبل كده اللي هي في الهيد كوارتر 7200 وفي البرانشات 3640. والحقيقة النسخ دي مستقرة وبتشتغل كويس مع الجي ان اس. يتبقى الحقيقه لينا اللي هي النسخ دي. انا خليني اوريكم ايه اللي بيحصل. انا هبدا اشغل. انا طبعا تاني بقول اهو عشان الناس ما تبقاش ضايعه مني، انا في بدايه الفيديو بس وريتكم الجروب اللي عملناه على الفيسبوك، وبعدين انطلقت عشان ابدا في الحلقه النهارده عن الريب البارت 4. فحبيت ابدا باني غيرت الديزاين وجبت نسخه نظام تشغيل جديدة. النسخة دي ما بتشتغلش كويس مع الجي ان اس، يعني بعد ما بتشغل الجي ان اس وتيجي تبص على الكونفيجريشن اللي انت عملتها تلاقيها اتمسحت. والسبب في كده مش الجي ان اس، السبب في كده نسخة نظام التشغيل ديت. يعني في نسخ بتبقى يعني ادائها عالي وممتاز مع برنامج جي ان اس، وفي بعض النسخ مش كويسة بلاش تستخدمها. طب انت ليه يا عم عادل استخدمت النسخ اللي مش كويسة ديت؟ عشان اوريكوا ان انت حتى تقدر تستخدم النسخ ديت وتعمل لها حل بسيط سريع كده. طيب، خلينا نبدا نشغل اللاب. حتى انا طبعا مسحت كل الكونفيجريشن، ونفتح بس الكونسول. حتى انا مسحت كل الكونفيجريشن الخاصه بكل الكونفيجريشن الخاصه بالريب
يعني دلوقتي بس اللي عندي على الرسمه ديت الكونفيجريشن اللي موجود على الرسمه ديت هي مجرد البيزك كونفيجريشن بس. بس اللي احنا هنلاحظه دلوقتي ان برانش واحد وبرانش اثنين والهيد كوارتر هيقرا البيزك كونفيجريشن اللي انا عملتها، لكن راوتر واحد راوتر اثنين راوتر ثلاثه الحقيقه مش هيقرا الكونفيجريشن او البيزك كونفيجريشن. والسبب في كده نسخه نظام التشغيل ان هي مش قادره تتفاهم شويه مع الجي ان اس. فعشان كده دايما بقول لكم خد بالك من نسخه نظام التشغيل. وبرده ما حدش يجي يقول لي خد بالك الانترفيسز هتلاقيها اتغيرت، لان غيرت الديزاين كله. ها فما فيش مشكله، انتوا خلاص القصه بقت مفهومه بالنسبه لكم. يعني حتى لو انا بتكلم على ان الانترفيسز اللي عندي طالع من برانش واحد اسمه سيريال 1 سلاش 0 رايح لسلاش 1 او هنا فاست 3 0 وهنا فاست اللي بي راوتر 1 وراوتر 2 فاست 3 0 3 0، يعني التغيير في البورتات دوت ما يعملكش رجاء، ما يعملكش ايه لخبطه. تاني انا غيرت الديزاين لسببين، السبب الاولاني ان في نسخه جديده من الجي ان اس نزلت، السبب الثاني ان انا غيرت اصلا الثلاث راوترات دول تماما. غيرتهم ليه؟ علشان اجيب نسخه نظام تشغيل ما بتحتفظش بالكونفيجريشن، اللي هو السؤال الشائع اللي دايما بنتساله. طيب وازاي احل المشكله دي؟ ببساطه خليني بس كده ايه ارتب الشاشات وارجع لكم. طيب انا رتبت بس الرسمه ورجعت لكم كده. خلينا نبص بسرعه كده على انا حتى يعني حتى انتر ما ضغطتش، انا بس صغرت الشاشات ورتبتها الترتيب اللي احنا ايه اتعودناه دايما. انا خليني اروح على الهيد كوارتر واضغط انتر كده. يا سلام، طالما سالني الباسورد يبقى الراجل ده ايه معايا اونلاين، وهو فاكر ان في حاجه اسمها كونفيجريشن. خلاص حتى لو جيت تقول له شو ران كده بص هتلاقيه ايه شايف الكونفيجريشن كلها. اوكي خلينا نشوف. طيب برانش واحد نفس القصة، فاكر الكونفيجريشن اهوت، ممتاز. برانش اثنين تمام، يبقى كده البرانش واحد والبرانش اثنين والهيد كوارتر الامور عندهم تمام وفاكرين الكونفيجريشن. لكن انا قلت المشكله هتظهر فين؟ في راوتر واحد وراوتر اثنين وراوتر ثلاثه. انا مغير نسخه نظام التشغيل بحيث اعمل لكم المشكله اللي بتقابلكم واقول لك ازاي تحلها، اللي هي مشكله ايه؟ ان الراوتر بينسى كل الكونفيجريشن. خلينا نبتدي نشوف راوتر واحد. ايه ده ايه ده؟ هتلاقي وود يو لايك تو انتر انيشال كونفيجريشن ديالوج. الله ده 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 لسه جديد. انا طبعا هقول له ايه؟ نو وخلينا نروح على الراوتر اللي بعده نفس القصه. نو نو راوتر 3 راوتر 1 راوتر 2 راوتر 3. اذا الثلاث راوترات دول ما لهمش كونفيجريشن خالص، صح كده ولا ايه؟ اهو بدليل اهوت، حتى مجرد النيم مش موجود، ما فيش حاجه خالص اهو. اعمل شو ران هتلاقي اللي هي الكونفيجريشن الديفولت عادي، ما فيهاش اي حاجه خالص والبورتات كلها نو شوت داون. طيب ازاي بقى احل المشكله ديت؟ ولا ابسط من كده، ولا هتاخد معاك دقايق ان شاء الله. انا خليني بس اروح بيكو على مكان معين اللي هو فين. خلينا نروح على جهاز الكمبيوتر، المكان اللي انا حافظ فيه اللاب بتاعي، اللي هو انا طبعا غيرت اسم الفولدر سميته ماي جي ان اس، وهنا اللابس وهنا الاول سيسكو لابس المين لاب، هو طبعا او اسمه ريب لاب مش هنختلف يعني. خلاص هروح على ملف الكونفيجريشن هلاقي تكست تاني. يا جماعه فين الـ فين الـ الـ الرسمه دي الديزاين ده اللاب ده انا حافظه فين؟ حافظه هنا على البارتيشن سي في فولدر اسمه ماي جي ان اس 3 لابس اول سيسكو لابس. هفتح الفولدر اللي انا حافظ فيه هلاقي فولدر اسمه كونفيجريشن وفولدر اسمه وركينج وفولدر وفايل اسمه التوبولوجي دوت نت، اللي هو الرسمه اللي هو الايكون اللي انا بفتح منها اللاب بتاعي. انا هروح على الفولدر اللي اسمه كونفيجريشن وخلينا نبص كده على نفتح التكست. طبعا هو كله تكست زي ما انتم شايفين، حتى لو لقيته عندك ما بيفتحش ممكن تروح كده وتقول له اوبن ويز وتختار له ايه النوت باد. اوكي هنفتح بس كده الفولدر الفايل اللي اسمه راوتر واحد. بص كده ايه اللي انت شايفه ده؟ الله ده الكونفيجريشن موجوده بس نسخه نظام التشغيل ما قدرتش تاخدها. خلاص طيب انا عايز اخد الكونفيجريشن ديت، اتفقنا ان انا مجرد ادخل على المود. يعني انا مثلا ده راوتر واحد، لو انا رحت على راوتر واحد كده ودخلت في المود اللي اسمه كونفيجر تي، ها الكونفيجريشن مود، وخدت كوبي من الكونفيجريشن ديت ورحت عملت لها بيست، خلصت.
يعني حتى لو 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 فرضا الراوتر ما عملش سيف للكونفيجريشن تقدر انت محفوظه هتلاقيها في التكست، بس الحقيقه لو جيت عملت لها كوبي بيست كده على طول هيحصل لك شويه مشاكل. والسبب قلناها قبل كده لو تفتكروا، ايوه هنيجي في ناس بتقول ايوه في بورتات اللي شغاله واخده اي بي هات ديت لازم نزود لها كوماند اسمه ايه؟ ها نو شوت داون. ليه طيب؟ مين يقول لي؟ لان احنا اتفقنا ان اذا كان البورت داون هيكتب لك شوت داون، اذا كان البورت مش شغال مش هيكتب لك حاجه خالص، المفروض ان هو نو شوت داون. لكن انا لما اجي اشغل البورت واعمل كونفيجريشن لازم اديله الكوماند نو شوت داون، فانا هاجي اشوف البورتات اللي انا مديها اي بي هات وهزود عليه الامر ايه؟ نو شوت داون. نو شوت داون خلاص، البورتات اللي هي طافيه اصلا انا مش مستخدمها خلاص ما عليك منها. يبقى كل القصه هاجي تحت الانترفيسز اللي فيها اللي انا عايزها تشتغل ازود عليها الكوماند نو شوت داون، بالاضافه الى القصه العلامه دي في البانر ما بيفهمهاش. احنا اتفقنا الرساله انا هعمله اي علامه، مثلا علامه يساوي علامه زائد كده، خلينا نغير العلامات ديت عشان بس يفهم ايه الرساله الترحيبيه. بس خلاص كده انا هروح كده اخد كنترول اي عشان اعمل سيلكشن لكل اللي في التكست، وكنترول سي خلاص، واروح على راوتر واحد. بص كده خلاص راوتر واحد دلوقتي هيبتدي يرجع لكل الكونفيجريشن، اعمل عليه بس دبليو ار وخلاص، وكمل الكونفيجريشن بتاعتك وكمل اللاب بتاعك. والسبب في كده ان نسخه نظام التشغيل اللي هي 3745 دي من النسخ اللي ما بتشتغلش كويس مع الجي ان اس. ليه؟ بعض الفيتشر في النسخه والجي ان اس المهم. فانت عليك من الاول اختيار بعض النسخ الكويسه زي ال 3640 زي ال 7000 وجربها، يعني اعمل لاب بسيط كده، هات راوتر صغير حطه، اعمل عليه كونفيجريشن، سيف، اقفل الجي ان اس وارجع افتحه تاني، شوفوا هل هيحتفظ بالكونفيجريشن ولا لا، اذا النسخه دي كويسه او مش كويسه. لكن بغض النظر واحد عايز يشتغل بالنسخه دي مثلا، خلاص اعمل اللي انا بقول عليه ده، نعملها تاني كده. طيب انا اقول له اكس، هيقول لي طبعا سيف، انا عملت تغيرات في التكست، اقول له لا دونت سيف تاني. يبقى انا دلوقتي خلاص راوتر واحد اموره تمام، عايز بقى اشغل راوتر اتنين وراوتر ثلاثة. يلا خلينا نروح نشغل راوتر اتنين. مين يقول لي هنعمل ايه؟ نفس الكونفيجريشن بس هشوف كده الانترفيسز اللي تحتها اي بي هات ببساطة خالص، هاجي تحتها واعمل نو شوت داون، نو شوت اللي هم الاثنين انترفيسز اللي فيهم ايباد مفيش تاني، وهاجي بس على البانر عشان يقبل الحته دي كده، اغير العلامه، اغيرها، خلينا نغيرها اي علامه ثانيه، نقول مثلا الهاش دي، اي علامه، المهم الاربع علامات دول تغير. معلش هتلاقي في اختلاف كبير في الكونفيجريشن لان انا مش بحفظ، انا زي ما قلت لكم هديت الرسمه كلها وبنيتها وقعدت اجرب في بعض النسخ عشان اوصل للحته دي، لان سؤال الحقيقه اتسالته كتير وحبيت اجاوب عليه اجابه ايه فاصله عشان ايه ما عادش يتسال تاني. ده راوتر كام اللي انا كنت فيه؟ راوتر 2. خلاص خلينا نروح على راوتر 2 وندخل في المود اللي اسمه كونفيجر تي ونبدا نديله الكونفيجريشن. طبعا انا براقب لان ممكن في حتت بص مثلا، يا سلام انا قبل ما اقول اهو حصل المشكله اللي انا كنت متوقعها. خلينا نبص كده، شايف هنا العلامه دي اللي هي الهاش ما عجبتوش مثلا فما قدرش يفهم رساله البانر، فخلينا نغير رساله الهاش. ده هو مش عجبته، ده هنا في غلطه، انا يعني كتبت هاش ونسيت امسح العلامه اللي هو كاتبها دي. لكن انا دلوقتي لو مسحت العلامه ديت وعملت تاني سيلكت اول سي كنترول سي، خدت كوبي ورحت على الباشا دوت ودخلت في المود اللي اسمه كونفيجر، هو طبعا انا كان ممكن اعمل بيست للحته الاخيره بس انا حبيت اوريكم لما بتحصل مشاكل بتظهر لك العلامه اللي هي السهم اللي فوق بيشاور لك فيه غلطه. طبعا هو كده خلاص دبليو ار، وطبعا انا مش لازم اخد كوبي منه كله، خلينا اوريكم برضو حاله مختلفه. خلينا اعمل كده دونت سيف راوتر 3. اروح على الاثنين انترفيسز اللي فيهم القصه نو شوت، وخليني بلاش اعمل حاجه مع العلامات دي، هسيبها كده واوريكم ايه اللي هيحصل. ده راوتر 3، خلينا نروح لراوتر 3.
وعلى فكرة ممكن احيانا تحصل مشكلة اكبر، تلاقي الملفات دي مش موجودة اصلا. فانت غالبا بعد ما تخلص خد كوبي من الكونفيجريشن واعملها في تكست وحطها في الفولدر ده، عشان بعد كده لو نسخة الاي او اس مسحت الكونفيجريشن تقدر ترجع لها تاني. خليني بس ايه دقق معايا بسرعة كده وشوف ايه اللي بيحصل. لاحظ هتبدا هنا تحصل مشكله. شوف 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 شفت العلامات دي، بيقول لك ان في هنا مشكله اهي. تبدا تطلع كده وتشوف المشكله فين. معلش، شايفين المشكله بدات تظهر من اول العلامه دي لما لوجن بانر قال لك ايه ده، ايه الكوماند ده، لان هو ما قدرش يفهم العلامه دي. فانا هاجي كده عند العلامات دي اغيرها بس كده، ومش هاخد كوبي من كل حاجة، لا انا هاخد كوبي من اول المكان اللي حصلت فيه مشكلة. هاجي هنا كده بس اخد كوبي من الحتة دي، لان المفروض ان باقي الكونفيجريشن كلها ايه اتطبق. خلاص الامور مشيت تمام. خلاص يا جماعة كده، يبقى انا بكده عملت ايه، جاوبت على الجزئية اللي الناس دايما بتسأل فيها. انا عندي اللاب بعمله وبعمل الكونفيجريشن وبتعب، وبعد ما بخلص الكونفيجريشن ما بتتحفظش بسبب نسخة نظام التشغيل. بعض نسخ نظام التشغيل ما بتبقاش كومباتيبل قوي او بتعمل مشاكل مع برنامج الجي ان اس، فعليك الاول قبل ما تستخدم نسخة نظام تشغيل انك تعمل لها ايه تيست. واضح كده؟ حتى اذا شغلتها ولقيتها مش محتفظة بالكونفيجريشن تقدر تعمل القصة اللي انا قلت لكم عليها دي، دونت سيف. ماشي كده؟ طيب نروح الحقيقة على الجزئية اللي بعد كده. الجزئية اللي بعد كده اللي هي ايه؟ خلينا نعمل مراجعة سريعة كده على اللي خدناه خلال الثلاث فيديوهات السابقة. انا الحقيقة زي ما قلت، نظرا لان انا غيرت الرسمة وقعدت تست شوية نسخ نظام تشغيل عشان اوصل لكم للكيس ديت عشان اجاوب على سؤال الناس، فاضطريت ان انا اغير في الرسمة كتير. فمهم حصل مشكلة مسحت كلها فعملتها من اول وجديد. فزي ما بقول، لو لقيت عندك مشكله في اسماء الانترفيسز ما تتلخبطش، امشي على الرسمه اللي عندك، امشي على الرسمه اللي عندك. الحاجه الثانيه، انا مسحت كل الكونفيجريشن اللي هي بتاعه الريب، يعني دلوقتي ما فيش راوتنج بروتوكول ولا ستاتيك ولا اي حاجه، هو مجرد راوترات عليها بس البيزك كونفيجريشن. خليني الاول اشيك كده على هل الانترفيس شغاله والدنيا شغاله ولا لا، وبعدين اشغل الريب في مراجعه سريعه كده عن ايه اللي احنا خدناه في الفيديوهات اللي فاتت. خليني بس اعمل شو اي بي انترفيس بريف عشان اشوف ايه البورتات اللي عندي. انا عندي البورتات ده وده، وهو هو اب، واب الثانيه نازله في السطر مفيش مشكله، اب اب. طيب انا خليني اعمل بينج على الاي بي اللي قصاده اللي هو 11.0.0.1، لان ده هو ده 11.2، انا هبنج على 11 ايه 1 طبعا، لان دي اول تيست، فايه اول واحده ما بيبنجش زي ما اتفقنا زمان، وبعد كده بيبنج. خليني كمان ابنج، طبعا قلنا كلمه بيب اللي هي كلمه بينج، .0.0.2. طيب ده بالنسبه للراوتر، انا بتاكد بس من الكونكشن اللي بين الراوترات علشان ما يسببليش بعد كده مشكله وارجع احوس ولوص وابقى مش عارف فين الحل او ايه سبب المشكله يعني. خلينا نعمل شو اي بي انترفيس بريف. طيب اب اب، خليني برضو ابنج على بينج 23.0.0.2، وكمان ابنج على 12.0.0.1. يا سلام الدنيا زي الفل. خليني كمان اروح على شو اي بي انترفيس بريف على راوتر 3 واشوف مين البورتين اللي انا مديهم. طبعا كل راوتر زي ما انت شايف في الرسمه قدامك، كل راوتر فيه 2 انترفيسز بس، خلاص، ما عدا طبعا البرانشات والكيت كوارتر هيظهر لنا اكتر من انترفيسز اللي هي اللوب باكات يعني، بس انا اللي يهمني دلوقتي هي موضوع ايه الفيزيكال انترفيس. خليني ابنك برضو بينج على 23.0.0.1، طبعا هنا 2 يبقى اللي قصاده 1، وبنك كمان زي ما قلنا بي وخلاص 32.0.0.2، هنا عندي 1. يا سلام كده، خلاص خلينا نشوف اللي بعده. انا ما اعرفش ليه عمال ننزلهم كده. خلينا نشوف الهيد كوارتر شو اي بي انترفيس بريف. طبعا الوحدات دي انا عايز ده اللي هو 4 1 وهو اب اب. اوكي،
يبقى انا هبنج على 4 2 192.168.4.2. يا سلام. طبعا 4.1 اللي هو نفسه. وخلينا نبنج كمان على 192.168.2.1 و.2. انا مش فاكر ده مين فيهم، مش مشكله، المهم شغال كده. طيب تمام، خلينا نروح على البرانشات. شو اي بي انترفيس بريف. الدنيا ملخبطه شويه ليه؟ لان هو في اكتر من طبعا العشرات اللي هي اللوباك اللي هي ال 172ات ديت، لكن الانترفيس فيزيكال اللي هي 11 اللي هي، خلينا نبنج بقى. انا هبص على الرسمه، خد بالك انا عينيا هتروح على الرسمه دلوقتي، اللي هم بينج على 11.0.0.1 هو واحد، واللي قصاده 2، يبقى انا بنج على 2. اسف، صح كده؟ مش الشبكه دي 11، البورت اللي على يسارك 1 واللي هناك 2، فانا بنجت على 2 لقيته شغال. كمان ابنج على 192.168.2.2 اللي هو البورت اللي قصادي. طيب تمام، الدنيا شغاله كويس. نروح على برانش 2، شو اي بي انترفيس بريف. على العموم برضو زي ما قلت ما تهمنيش، خليني ابنج. انا دلوقتي في برانش 2، يبقى محتاج ابنج على 32.0.0. خلي عينيك معايا على الرسمه، الاي بي اللي قصادي 1، ها اللي هي 32 دي، اللي دوت 2 في راوتر في برانش 2 ودوت 1 في راوتر 3. واذا حابب تشوف الدليل اهوت، انا بنجت على كام؟ دوت 1. هتلاقي هنا في انترفيس اكيد دوت 2 اهو. باقي لي طيب مين؟ باقي لي اللي هو 192 دوت، هنا دوت 2، انا عايز دوت 1، يبقى بنج على 192.168.4.1. اوكي، مش انا كده اتاكدت ان الدنيا شغاله. خلينا بسرعه نروح على المذكره ونشوف. طبعا احنا لسه ما خدناش الاي بي كلاس ليست دي النهارده ان شاء الله، كنت انا اشرح الفيديو اللي فات والوقت طول الحقيقه. احنا خدنا راوتر ريب، احنا قلنا اول حاجه بنعمل ايه؟ بنشغل الراوتر ريب ونبدا نعلن عن الشبكات الدايركت كونكتد بيا، بقول للريب يعني اعلن عنها. وبعد كده اتعلمنا ازاي نلغي الريب والفيرجن. طبعا الفيرجن دي انا هحتاجها، يعني خلينا نبدا وهعلمكم بقى طريقه حلوه خالص كده. ما تيجي نعمل ايه؟ ما تيجي برضو عارفينها، مش هعلمكم ولا حاجه، انتوا خلاص بقيتوا اساتذه يعني فيها. اللي هو انا بس كل اللي هعمله هعمل كده config t، وهقول له router rib، وهقول له version. عشان ما انساش حاجه بس نشوف كده. راوتر ريب، وقبل فيرجن 2، وفي كمان نقطه سمري. اوكي، فيرجن 2 ونقطه سمري اوتو. ايوه في داش هنا خلاص. وبعدين خلينا نقول له نبدا ناخد دي كده. انتوا عارفين انا بعمل كده ليه؟ بس علشان مش هقعد اعملها في كل الراوترات. طيب بيست على طول، بيست بيست بيست. طيب انا براجع معاكم بس احنا ايه عملنا ايه المره اللي فاتت. كل اللي عملناه ان احنا شغلنا الراوتر ريب. لسه انا طبعا ما اعلنتش عن الشبكات، لسه هروح على كل راوتر اعلن عن مجموعه الشبكات الدايركت كونكتد بيه. واهم حاجه بس قبل ما نعمل فيرجن 2، اتفقنا ان انا ممكن اشغل فيرجن 1 وفيرجن 2 حسب الديزاين وكده، واتفقنا ان خلاص انا هشغل فيرجن 2 على كل الراوترات ومش هحتاج قصه سند فيرجن 1 وفيرجن 2 ديت.
ونقطه سامري، مع ان الشبكه بتاعتنا قلنا مفيش فيها لخبطه في الايبهات ومظبوطه وكده، بس قلنا دايما ان معظم الناس بيستخدم النقطه سامري، وخلينا نستخدمها لان النهارده الحقيقه هنحتاج الاوتو سامري لان نعمل شويه ايبهات قد تبقى متشابهه شويه. طيب خدنا ايه تاني؟ طبعا الباسيف انترفيس والنيبر دي لسه ما خدناهاش، ولا نسبيت الرايزن. خدنا موضوع التايمر، هل هحتاج دلوقتي اغير في التايمر؟ لا، لان احنا قلنا ان التايمر ده بس انا ايه حبيت اوريكم ازاي بنغير فيه وبيأثر ازاي. لكن اللي انا عايز اقوله ان معظم الناس ما بتلعبش في التايمر بتاع الراوتينج بروتوكول الماكسيمم والديفولت دوت، لسه ما خدناهوش. خلاص يبقى كل الخلاصه بتاعه الدروس اللي فاتت عن الريب ان انا شغلت راوتر ريب فيرجن 2 نقطه سامري، وبعدين بقى يا بطل ابدا اعلن عن الشبكات الدايركت كونكتد معاك في الراوتر. اقول تاني ده كل اللي احنا خدناه ملخص اهو. يبقى انا بادئ النهارده بعمل ريفيجن عن اللي انا قلته في كل الليكتشر او المحاضرات اللي فاتت. خلينا نبدا بمين؟ بالهيد كوارتر كالعاده. الهيد كوارتر عنده كام شبكه؟ عنده 1.1.1.1 وعنده كمان 192.168.2.0 وعنده كمان .4.0. ها عنده اي شبكه تانية غير كده؟ خلاص شكرا يا باشا، اعلنت كده انا عن كل الشبكات اللي هي 4 وحدات 192.168.2.0 و 4.0.endwr. هاجي هنا كمان اعلن عن انا في برانش واحد. برانش واحد عنده كام شبكه؟ 10 10 10 10 10 على 10. وكمان عنده النت 172.16.0.0 وكمان واحد. انا بقول زيرو وبكتب واحد. انا طبعا غلطت فبعيدهم تاني. يبقى انا كتبت اللي هي 172.0.1 هي المفروض 0.0 عشان ما بعلنش عن الانترفيس، بعلن عن النتورك اي دي ورجعت لغيتهم تاني ما يا جماعه معلش. يبقى انا اعلنت عن النتورك اللي اسمها 10 اللي هي اللوب باك اللي فوق دي شايفينها في الرسمه. طيب وكمان اعلن عن النتورك 172.16.0.0 دي اول شبكه. الشبكه اللي بعدها .1، الشبكه اللي بعدها .2، الشبكه اللي بعدها .3. دي مجموعه اللوب باك. باقي لي دلوقتي ايه اللي هي النتورك 11.0.0.0 وكمان النتورك اللي هي 192.168.2.0. طبعا اول ما اضغط هنا انتر هيبدا ايه الريب كده ايه يشتغل، لان الهيد كوارتر والبرانش واحد دلوقتي هم دول الراوترين اللي عليهم ايه الريب. نروح على برانش 2. انا براجع اهو. يبقى كل اللي احنا خدناه في المحاضرات اللي فاتت تقدر تلخصه: راوتر ريب فيرجن 2 نقطه سامري واعلن عن الشبكات الدايركت كونكتد. خلصت الشبكه بتاعتك اشتغلت خلاص. لكن طبعا لسه في بقى ايه النهارده شويه كوماند لسه هناخدها شويه. نتورك مين بقى؟ خلينا بس نشوف كده الراجل الطيب ده شو اي بي روت ريب. طيب ممتاز اهو، عرف الشبكات واحد. ها ده الراوتر مين؟ برانش واحد. عرف اللوب باك اللي موجود هناك وعرف الشبكه 4 اللي هي دايركت كونكتد بالهيد كوارتر. ممتاز، اذا الريب اشتغل. والدليل تاني شو اي بي روت. انتوا عارفين الراوتر شو اي بي روت ده بيوريني الراوتنج تيبل. لما اكتب كوماند ريب وريني المسارات اللي موجوده في الراوتنج تيبل اللي انت عرفتها عن طريق الريب راوتنج بروتوكول. طبعا هنا كل، طبعا ده الهيد كوارتر اهو، انا في الهيد كوارتر قلت له وريني الحاجات اللي عرفتها عن طريق الريب. قال ال 172 اللي هي موجوده على البرانش واحد، وكمان عرف اللوب باك 10 اللي موجوده على برانش واحد، وكمان عرف ال 11 اللي هي الوصله اللي بين برانش واحد وبين راوتر واحد عن طريق الريب اللي شغال في برانش واحد. طيب نروح على الراجل الطيب دوت اللي هو برانش 2. برانش 2 عنده مين؟ عنده الشبكه 20 20 20 20 زي ما قلنا، بنعلن على اللوب باكات قبل عشان ما ننساهاش. بعد كده عنده 200.1 اسف .1.0.0
وبعدين دوت 1 وبعدين دوت 2 دوت 3. دي مجموعة اللوبكات. باقي لي بقى الفيزيكال انترفيسز اللي هي 32.0.0.0 وكمان النتورك اللي هي 192.168.4.0. في حاجة تاني كده ENWR. ولو حابب تتأكد لو عملت شو اي بي زي ما اتفقنا شو اي بي روت ريب هتلاقيه ايه يعني حاجة باشا خالص. عرف الوحدات اللوب باك اللي على الهيد كوارتر، وعرف مجموعة ال 172 اللي على برانش واحد، وعرف العشرات اللوب باك اللي على برانش واحد، وعرف الكونكشن اللي بين راوتر واحد وبرانش واحد، وعرف الكونكشن اللي بين برانش واحد والهيد كوارتر. اذا ده الدنيا كده ايه جميلة جدا. نروح برضو نشغل الرب هنا كده. ده مين؟ ده راوتر واحد. راوتر واحد ما فيهوش غير الشبكتين الجمال دول 11.0.0.0 وكمان 12 اسف نتورك 12.0.0.0. تمام كده WR. نروح كمان على راوتر 2. راوتر 2 عارف 12.0.0.0 وكمان عارف الشبكة 23. اوكي ده كمان عارف ده مين ده؟ ناركو بس اكون ما ضيعتش تاني. ده راوتر واحد 11 و12 وراوتر 2 12 مش 32 ده 23. في هنا غلطة، الغلطات دي الحقيقة 12 و11، هنا 12 و23. طيب راوتر ريب وهقول له الكوماند اللي هو دوت، اقول له نو واقول له اللي هي اسمها 23.0.0.0. شو اي بي خلينا نشغل شو رن كده. شوف الجزئية بتاعت الرب يا سلام. ممتاز ممتاز. خلينا نروح على راوتر 3 نقطه سمر. دي خلصناها طبعا فيرجن. دي اختصارات يا جماعه، اظن انتوا خلاص بقيتوا يعني عارفين القصه. نقطه سمر خلاص، هو بيفهم الكوماند بالاختصار دوت. طيب انا عايز هنا، انا في راوتر 3 يبقى عايز 23 وعايز كمان 32 دي اللي احنا غلطنا فيها من شويه. تمام، هم دول الشبكتين اللي عنده ان دبليو ار. خليني برضو اعمل ايه، اضغط سيف هنا، سيف كمان مرة، وخليني اروح اتأكد كده اشوف التكست حفظ الكلام ده ولا لا. شوف كده هتلاحظ ان التكست بيحفظ اهو راوتر واحد. خلينا نشوف في هنا حاجة عن الريب. في اهو. فالكونفيجريشن الحقيقه بتبقى موجوده، بمجرد ما انت بتعملها سيف سيف. بس انت ايه المشكله؟ تاني انا بقول دلوقتي التكست بيحفظ. الله، امال ليه لما بفتح الجي ان اس راوتر 1 وراوتر 2 وراوتر 3 ما بيقدرش يقرا الكونفيجريشن اللي جي ان اس حاططها له في تكست؟ للمشكله في نسخه الاي او اس. خلاص كده؟ فالقصه كلها ان الكونفيجريشن موجوده عندك، ما تقلقش لما تطفي ويطلب منك كونفيجريشن روح بس اعمل لها كوبي بيست وخلصت على كده. طيب خلاص كده احنا الحقيقه النهارده دي كانت البدايه
انا لسه ما دخلتش في الموضوع النهارده، هبدا دلوقتي. بس خليني بسرعه اقول كده، احنا ابتدينا الموضوع قلنا لكم يا جماعه ان احنا عملنا جروب على الفيسبوك، رجاء ان اي واحد عنده استفسار يسال على الجروب ويشارك بانه يجاوب على زمايله. اذا في سؤال الحقيقه لقيته بيتكرر ومحتاج انه يتشرح في الفيديو فهعيده في الفيديو وهعلق عليه. الحاجه الثانيه ان في نسخه جديده بقول لكم نزلت من جي ان اس اللي هي 8.2 دي، بيقولوا عليها فيها شويه فيتشر زياده، ابو اقروا في الويب سايت بتاع الجي ان اس اللي هو جي ان اس 3.net. ايه تاني؟ قلت لكم ازاي تحلوا مشكله ان الراوترات ما بتعملش سيف للكونفيجريشن وخصوصا بعض نسخ الاي او اس. رجعنا على اللي احنا قلناه بخصوص الريب خلال المحاضرات اللي فاتت. نبدا النهارده بقى مع الجزئيات الجديده اللي احنا ما شرحناهاش. في البدايه الحقيقه انا حابب بس اعد الكوماند، خلينا نشوف ايه اللي ما خدناهوش. الاي بي كلاس ليس، والاي بي كلاس ليس ونو اي بي كلاس ليس ده الحقيقه له علاقه، طبعا ده كله خدناه، والسبليت هورايزون والغاءه والباسيف انترفيس والنيبر دول ليهم علاقه ببعض، يعني الباسيف مع النيبر دول له علاقه ببعض. السبليت هورايزون لوحده الماكسيمم الديفولت انفورميشن اورجنيت. طيب يبقى هم حوالي اربع مواضيع. الديفولت انفورميشن اورجنيت ده ليه علاقه بالاي بي كلاس ليس، يعني هشرحهم في نفس النقطه. يبقى دي اول نقطه هشرحها دلوقتي اللي هي الديفولت انفورميشن اورجنيت، هبدا بيها. وبعدين خليني اخد السبليت هورايزون مثلا، وبعدين اخد الباسيف انترفيس والنيبر، وخلي اخر حاجه اللي هي الماكسيمم باصت عشان عايز اطبق فيها شويه حاجات. يبقى تاني انا النهارده عايز اشرح اربع نقط جديده اللي هي الديفولت انفورميشن اورجنيت واللي هي علاقه بالكوماند اللي اسمه اي بي كلاس ليس، الحاجه الثانيه اللي هي السبليت هورايزون، الحاجه الثالثه اللي هي الباسيف انترفيس والنيبر برضو ليهم علاقه ببعض عشان كده مخليهم مع بعض، واخر حاجه اللي هي الرابعه اللي هي الماكسيمم باص او بنسميها احنا اللود بالانس. خلينا نبدا بالديفولت انفورميشن اورجنيت، دي اول نقطه عايز اشرحها النهارده. ايه الديفولت انفورميشن اورجنيت؟ خليني افكركم بحاجه كده. هفترض يا جماعه، هفترض ان انا عندي انترنت، انا قلتها قبل كده بس براجع بسرعه عليها اهو. والمفروض ان انت لما اسال السؤال انا هديك سيناريو معين حدث وانت تقول لي نحلها ازاي في بمعلوماتك السابقه. حليناها بمعلوماتنا السابقه. ايه السيناريو؟ السيناريو بيقول ان انا عندي مثلا في الهيد كوارتر هنا، انا مش عايز اعمل في برانش واحد انترنت ولا في برانش اتنين انترنت، انا هخلي الانترنت في الهيد كوارتر، واخلي اي واحد من برانش واحد او برانش اتنين عايز يدخل الانترنت يروح الهيد كوارتر ويدخل الانترنت عبر الهيد كوارتر. اوكي كده؟ طيب الانترنت ده عباره عن ملايين ملايين العناوين، فانا عشان اسجلها هنا عندي يوزر مستخدم في برانش 2 عايز يروح لموقع اسمه اسلام واي، موقع مثلا هيدخل الفيسبوك يدخل، واخد بالك؟ طب انا هقعد اكتب له لسه بالعناوين دي؟ لا، احنا قلنا بعمل له حاجه اسمها ايه؟ ها؟ اقول تاني، اليوزر اللي في برانش 1 واليوزر اللي في برانش 2 عايزين يوصلوا الانترنت هيروح الهيد كوارتر. طب الهيد كوارتر يعرف كل عناوين الانترنت؟ واحد يقول لي اه، واحد يقول لي لا. اه ولا لا؟ هو يعرفها، بس يعرفها تفصيليا ولا مجمله؟ مجمله. يعني ايه اجمالا؟ يعني يعرف حاجه اسمها اي بي رودز، فاكرينه الاستاتيك روت اللي كنا بنسميه الديفولت، قعدنا نشرح عليه كتير. ممتاز. طب انا هعمل الكيس دي هنا ازاي؟ انا هعمل شويه لوب باكات غريبه كده، مثلا اي بهات 170 و30 و70، شويه لوب باكات كده على الهيد كوارتر، وهعتبرها دي هي الانترنت، وهبدا احاول اعمل استاتيك روت. كويس. فالهيد كوارتر هيقدر يوصل، ها؟ هيقدر يوصل لمين؟ للانترنت. باقي بقى برانش واحد وبرانش اتنين. افرض انا عندي مثلا 50 راوتر، هل هقعد على كل راوتر اقعد اقول له اي بي روت 00 واشاور له على الهيد كوارتر والهيد كوارتر ها؟ مش احنا عندنا راوتنج بروتوكول المفروض يقوم بالمهمه ديت؟ تاني يا جماعه. قبل كده كنت لازم اروح على كل راوتر واعمل فيه الديفولت روت. ايه هي الديفولت روت اللي احنا كنا قلناها زمان بعباره بسيطه؟ لما ما تعرفش تتصرف في الباكت ارميها بس على الحته الفلانيه وديها لفلان ومالكش دعوه. يعني انت لو جالك باكت عايز يروح لاي بي غريب عمرك ما سمعت عنه، مش موجود من ضمن الشبكه بتاعتك، هتعمل ايه؟ ادي للديفولت روت، الديفولت روت هو هيتصرف، مالكش دخل انت. فكنا دايما بنعمل اي بي روت على برانش واحد يقول له اي باكت غريب ادي للهيد كوارتر، ونعمل اي بي روت على برانش اثنين نقول له ودي للهيد كوارتر، ونيجي على الهيد كوارتر نقول له اي بي روت ونطلعه من الانترفيس اللي مواجه للانترنت.
لكن الحقيقه مش هو ده اللي انا هعمله. انا دلوقتي عندي راوتينج انفورميشن بروتوكول، انا هعمل الاستاتيك روت هنا مره واحده واخلي الريب اللي ينشره يعمل له ادفيرتايز يوزعه على كل الراوترات اللي معاه في الريب. يبقى ديفولت انفورميشن اورجنيت بيعمل جنريت ديفولت روت انتو ريب. تاني هعمل هنا ديفولت روت، طبعا لازم يبقى فيه ستاتيك عشان ياخده ينشره. خلينا نعملها كده، نروح على الهيد كوارتر. بس قبل ما نروح على الهيد كوارتر خلينا نفترض مثلا ايه مجموعه اللوب باكات. خلينا نقول لوب باك مثلا 30 اسمه 30 30 30 30، وكمان لوب باك 40. طبعا سلاش 32 سلاش 32 وكمان لوب باك 50. خلينا هما كده يعني 10 20 30 40 50. اوكي كفاية خالص 50 سلاش 32. هنفترض دي ايبهات موجودة على الانترنت. عايز اعمل ايه بقى؟ انا هروح على الهيد كوارتر واعمل مجموعة اللوب باكات ديت. يلا بدينا لوب باك اتفقنا 30 خلينا نقول ديسكريبشن نسميها ايه؟ انترنت اي بي ادرس. طيب ونديله الاي بي ادرس اللي هو 30 30 30 والسبنت ماسك 255. اوكي طبعا لوب باك نو شت داون هو بيعمل نو شت داون لوحده. خلينا بقى نعمل نفس القصه كده، نقول ايه 40 ونقول له انترنت اي بي ادرس ونديله بس اي بي. خلينا نخليه ايه 40 40 40. اوكي نعمل كمان لوب باك 50 نفس الديسكريبشن ونبدا نديله الاي بي وخليني PNWR show IP interface brief. اتأكد بس ان هم up. ايوه تمام كده هم 30 40 50 up. طيب انا بفترض ان العناوين دي اعتبرها كده، يعني اعتبر العناوين دي هي عبارة عن انترنت موجود في الهيد كوارتر. لكن انا طبعا هفترض العناوين دي ملايين العناوين، انا عندي عناوين كتيره جدا ما اقدرش انا اقعد اضيف كل العناوين ديت خلاص كده عناوين كتيره جدا ملايين العناوين مش هقدر اضيفها كلها في الهيد كوارتر. فبعمل ايه؟ ها خدناها وقلناها، بروح على الكونفيجر تيرمينال واقول له كده اي بيو. طب الاول بس خلينا نجرب نبنج عشان بس نعرف الدنيا هتمشي ازاي. بنج على 30.30.30.30. يا سلام. خلينا كمان نعمل بنج على 40.40.40.40. طبعا الراجل ده شايفهم ليه؟ لان هم المفروض لوباكات عنده، لكن المفروض مش ده اللي يحصل. ها طيب انا بس بتست عشان اعرف دايما الخطا ايه حصل منين، ما تنقلش لخطوه ثانيه لو الدنيا تمام. طيب انا هفترض ان المفروض ان اللوب باكات اللي هي اسمها 30 و40 و50 الهيد كوارتر مش دايركت كونكتد بيهم. طب اجيبها. طيب خلينا ندخل ونعمل الاي بي روت.
الاي بي روت اسمه ايه؟ ها؟ اللي هو اسهل اي بي روت في الدنيا ده. اذا جالك اي اي بي باي سبنت ماسك، الحقيقه في حاجه انا عايز اعملها. هو المفروض ان الشبكات دي دايركت كونكتد بيه، انا بس مش عارف انتوا معايا اونلاين ولا لا. هي ايه المشكله؟ اقول لكم انا ايه المشكله. دلوقتي الهيد كوارتر يقدر يوصل للشبكات 30 و40 و50 ولا لا؟ يقدر، لان هي اصلا لوب باكات عنده دايركت كونكتد. لكن في الواقع العملي ما بتبقاش كده، ده هي بتبقى عباره عن يعني شبكات اخرى مش متصله بيه، هو بيقدر يوصل لها عن طريق السيرفيس بروفايدر. فالمفروض ان يبقى فيه ستاتيك روت، ها؟ والستاتيك روت ده هو اللي هيوديني للشبكات ديت. لكن في الحاله بتاعتي دي انا لو ما عملتش ستاتيك روت وجيت كده دخلت فيه كونفيجر راوتر ريب وقلت له الامر اسمه ديفولت انفورميشن اوريجينيت، خلاص. بص بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. لو رحنا على برانش واحد وقلت له شو اي بي روت، بس انا مش كنت عايزها كده الحقيقه، خلينا نقول له شو اي بي روت تريب. بص ده، شفت الامر ده؟ زمان كان بيظهر لنا باس ستار، صح؟ لانه كان ديفولت انفورميشن عن طريق الاستاتيك. لكن دلوقتي مين اللي وزعه؟ انا كل اللي عملته ايه؟ جيت على الهيد كوارتر قلت له بص اي حد معاك في الراوتر في الراوتنج انفورميشن بروتوكول في الريب ابعت له رساله قول له انا عندي الديفولت روت، واخد بالك؟ فهو بعتها له من غير ما انت تتعب فيها خالص. هي دي القصه بتاعت الكوماند. يعني القصه بتاعت الكوماند ده، بدل ما انت تدخل على كل راوتر تقعد تعمل فيه الكوماند الخاص بالاي بي بالديفولت روت اللي هو اي بي روت اصفار كده، لا، انت بس اعمله في راوتر واحد وخلي الريب هو اللي يوزع. واضحه كده؟ طبعا انا لو جيت على الراوتر اللي هو في برانش واحد ده وقلت له بينج دلوقتي على 30.30.30.30، اوبس. انتوا عارفين ايه العلامات دي يا جماعه؟ يعني عارفين ايه الفرق بين علامه التعجب واليو والاي والاصفار؟ العلامات دي ليها معنى على فكره، خليني برضو اجيبها لكم. دي باختصار بس على فكره، خلينا نقول فور بينج اون سيسكو راوترز ريسبونس كود فور بينج ار اس فولو. لما يديك علامه تعجب كده زي ما ادانا هنا من شويه، دي كان معناها ان الاتصال نجح. لو اداك اللي هي النجمه ديت اسريك، يبقى ايه؟ هو بعت البنج ومنتظر ان الجهه اللي بعت لها بنج ترد عليه، ما ردتش. ان يعني هو مش قادر يوصل للشبكه اصلا، اتش يعني مش قادر يوصل للهوست، بي على فكره دي تريس. لكن عموما هي مشتركه، يعني فيها حاجات مشتركه بين البنج وبين التريس روت. خلينا نقولها بشكل عام بس، العلامه دي زي ما قلنا معناها ايه؟ سكسس، ان البنج او التريس روت نجح. العلامه دي معناها ان هو انتظر الرد وما جالوش رد. الان معناها نتورك انريتشابل، مش قادر يوصل للشبكه. الاتش مش قادر يوصل للهوست. البي بروتوكول فيه مشكله. الاي لما يظهر لك ايه، وخصوصا مع التريس روت، يبقى الادمن دينايد، في اكسس ليست، في فاير وول، في حاجه منعاك ان انت تقدر تعمل بنج او تريس روت. كيو يعني هو مش قادر يستقبلها، كيو مش قادر يستقبلها بسبب في زحمه او ضغط على الشبكه، والباكيتات الزايده بيعمل لها دروب مثلا، ودي مش قادر يفهمها. ده بس كده حبيت ايه اقول لكم بشكل مختصر العلامات، علشان لما يظهر معانا في البنج او في التريس روت تبقوا عارفين. نرجع لموضوعنا تاني، معلش انا طلعت بره كده عشان بس ايه اقول لكم على قصه العلامات بتاعه البنج دي تاني يا جماعه. دلوقتي ايه القصه؟ انا عايز اعمل ديفولت روت. زمان كنا بعمل ديفولت روت. ايه الديفولت روت؟ اللي هو الحل الاخير لما بيجيني باكت مش في الشبكات اللي عندي في الشركه، الشبكات الخاصه بالانترنت، بقول له روح على شركه، على سيرفيس بروفايدر، لان انا قلت ما اقدرش اخزن كل الاي بيهات، الملايين الاي بيهات اللي في الدنيا، فبستعيد عنها باللي هو الديفولت روت اللي هو اي بي روت اصفار اصفار، وبعدين اديله البورت.
انا بس حبيت اوريكم ايه قصه الكوماند اللي اسمه ده. الكوماند اللي اسمه ده في الريب او في اي راوتنج انفورميشن بروتوكول ساعات بيتغير، بس خلينا نقول الديفولت انفورميشن اورجنيت بيعمل ايه؟ بيخليك تعمل الاستاتيك روت في راوتر واحد وهو يوزعه لبقيه الناس. هو مش هيعمل كده الحقيقه، لكن هو هيقول للناس ان انا عندي الديفولت روت، هيقول للناس كده يعني الهيد كوارتر عن طريق الريب هيقول للناس انا عندي الديفولت روت، اي حد عايز يروح اي مكان يجيني. يعني لدرجه ان انت دلوقتي لو رحت على راوتر 2 مثلا وخلينا نقول شو اي بي روت ريب، هتلاقيه في الاخر خالص عارف ايه، شايفين العلامه دي، بيقول له ايه اذا جالك اي باكت بينج على 30.30.30.30. طبعا هو ما عندوش الثلاثينات، يعني انت لو حبيت تبص على الشو اي بي روت كله مش هتلاقي فيه 30 خالص. ها حد شايف 30؟ مفيش. امال ازاي بيقدر يوصل؟ لانه عنده ديفولت روت. وزي ما قلنا الديفولت روت بيعمل ايه؟ يقعد يدور على 30 ما لقاش يروح بعتها لده. ده بيقول له ايه؟ بيقول له اذا جالك باكت غير الناس اللي عندك على طول ابعتها لمين؟ فيا 12.0.0.1 يقوم بعتها. طبعا هنا عنده مسارين، دي اللي احنا بنسميها اللود بالانس، هنتكلم عنها النهارده. يعني عنده طريقين والطريقين متساويين، فعلشان كده عامل طريقين، والحته دي بيبعت من هنا باكت ومن هنا باكت. هنقولها النهارده الحقيقه حكايه اللود بالانس، وهنتكلم فيها كلام كتير خالص. بس عموما هو يقدر راوتر 2 يقدر يروح للهيد كوارتر يا اما عن طريق راوتر 1 يا اما عن طريق راوتر 3. عن طريق راوتر 1 يبعت الباكت لراوتر 1، راوتر 1 يبعتها لبرانش 1، برانش 1 يوصلها للهيد كوارتر، او يبعتها عن طريق راوتر 3 وراوتر 3 يبعتها لبرانش 2 وبرانش 2 يبعتها للهيد كوارتر. وبكده يبقى الباكت قدر يوصل للديفولت انفورميشن اورجن. لكن اللي انا عايز اقوله ان في الواقع ما بيبقاش الدنيا كده، بيبقى هنا في ايه؟ استاتيك روت. انا كنت عايز اعملها ازاي؟ عايز اوصل راوتر جديد، وقفت الفيديو كده شويه وقعدت قطعت، يعني تلاحظ ان انا في فواصل كده، كنت بعمل ايه؟ عمال افكر طب اعمل ايه، وبعدين قلت لا اشرحها لكم نظري كده. يعني المفروض الطبيعي ان الهيد كوارتر يبقى عليه كونفيجر كده ويبقى عليه اي بي روت اللي هو 0.0.0.0.0.0.0.0 كده، وتدي له الاي بي بتاع السيرفيس بروفايدر. فلما يجي له الباكت على طول هيعمل ايه؟ هيديه لل يعني خليني برضه اقول لكم حاجه. يعني انا لو جيت اقول بينج كده على مثلا 170 دوت 1 دوت 1 دوت 1، انا ما عنديش اي بي بالاسم ده خالص، يعني ما عنديش شبكه اصلا بالاسم ده خالص، فالراوتر 2 مش قادر يوصل لها، صح؟ لكن خليني بقى اعمل لكم حاجه. تريس روت 170 دوت 1 دوت 1 دوت 1، عشان بس اوريك ان الراجل الطيب ده اللي هو الديفولت روت هو مش قادر يوصل للشبكه، لكن هو عنده ديفولت روت، فهو يبعته راوتر 1 وراوتر 1 لبرانش 1 وبرانش 1 للهيد كوارتر، والهيد كوارتر هو الحقيقه اللي مش هيرد. ولو جينا هنا كده على الهيد كوارتر خلينا نقول له ديباج اي بي، خلينا بس نشوف ده راح فين. اهو بص هتلاقيه ايه؟ راح ل 12.1، يبقى هو اتخذ اي طريق؟ دلوقتي في راوتر، انا في راوتر 2، راوتر 2 طلع على مين؟ طلع على راوتر 1 اهو، ومن راوتر 1 راوتر 1 فين 11 اهي، راح على برانش 1. هتلاحظ انه في النهايه خالص هيروح فين؟ هيروح للهيد كوارتر، والهيد كوارتر هيقول له ده انا ما اقدرش اوصل للشبكه دي، ديباج اي بي باكيت. عايز بس اوريكم قصه. طبعا هنا اي بي باكيت ده عام خالص، لكن عموما ان شاء الله هيورينا الحاجات بتاعه ال ده هيبهدلنا ده. ديباج اي بي اي سي ام بي، الاي سي ام بي هو البروتوكول الخاص بالباشا التريسر ده. طبعا هنا بيقول لك ايه هو اتش، احنا قلنا يعني ايه؟ هو وصل للشبكه ووصل للهيد كوارتر بس مش قادر يوصل للهوست بالاسم ده. خلينا نعملها تاني كده ونوريكم عشان تبدا هنا رسائل الديباج بتاعت الاي سي ام بي تشتغل.
لان احنا عارفين ان البروتوكولين اللي هم اسمهم قصدي الكوماند تريس روت والبنج بيستخدموا حاجه اسمها ايه الاي سي ام بي بروتوكول. لاحظ ان هو عمال يجي له ان ريتشبل هوست، بيجي له باكيتات من اللي هي من 32.001 اللي هو راوتر 3، وعمال يجي له من 12 ومن 192، عمال يجي له دي هي التريس روت عماله تجي له، وهو بيرد عليها يقول له ايه؟ يقول له انا مش قادر اوصل للشبكه اللي انت عايزها. خليني برضو اعمل لكم حاجه كده، اعمل لكم اي بي روت عشان تبقى واضحه بس بالنسبه لكم اكتر. خلينا بس نوقف الديباج دوت، وبعدين ندخل على الكونفيجريشن تيرمينال. انا لما عملت هنا تريس روت وعملت هنا ديباج مش كانت واضحه قوي، فخليني اعمل لكم حاجه كده اوضحها لكم اكتر. انا بس عايزك تشوف القصه ماشيه ازاي بس، يعني تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. فخليني اقول اي بي روت، انا مش عايز حد يضيع مني الحقيقه، انا ده كله بشرح لكم بس قصه ايه الديفولت روت. انا هقول له حاجه اسمها نال زيرو. يا جماعه النال زيرو دي هتعرفها في مستويات كبيره شويه وكونفيجريشن تقيله، لكن عموما نال زيرو يعني ايه؟ لو جالك اي باكت عايز يروح لاي مكان، ها اعمل له ايه؟ ارميه في الزباله. عارفين اللي بنسميها ايه في الفضاء الخارجي، ارميه في الفضاء، في الفضاء، يعني هيضيع، يعني كانه وقع في بير ومفيش حد بيرد عليه ولا هو بيرد على حد، اختفى يعني، اختفى فجأة. عارفين اللي هي بيختفي كده، يركب آلة الزمن ويروح زمن غير الزمن اللي احنا فيه، هي دي النال زيرو. فأنا هبدأ دلوقتي أعمل إيه؟ أنا بس المفروض إن يبقى عندي في أي بي روت حقيقي وبيشاور على الإنترفيس اللي بيوديني للسيرفيس بروفايدر. خلاص كده؟ طيب، هاجي هنا برضو أقول ديباج أي بي أي سي إم بي، وابدا هنا اشغل التريس روت. انا ده كله عشان اوريك رساله الديباج تبقى واضحه بالنسبه لك، تبقى واضحه ان راوتر 2 عمال يحاول يوصل، هو طبعا عنده ديفولت روت عن طريق الريب، فهيوصل لراوتر واحد، ومن راوتر واحد لبرانش واحد، ومن برانش واحد للهيد كوارتر. الهيد كوارتر هيعمل ايه؟ هيبدا يقول لك ده في واحد عايز يوصل اللي هي للشبكه اللي اسمها 170 ديت، حاجة زي كده. خليني بس اوقفها. بص كده بيقول لك ايه دلوقتي؟ بيقول لك ديستنيشن 172 انريتشبل، هو مش قادر يوصل لها، وبعت الرد ده للراجل اللي هو بيستفسر. واضح كده يا جماعه؟ يبقى هو دلوقتي ادي الرساله اللي انا كنت عايز اوريها لكم دي، بس السبب ان انا ايه عملت اللي هو الاي بي روت، لكن المفروض يبقى عندي اي بي روت زي ما انتم شايفين. خلينا نلغيه نو اي بي روت، واحنا لسه كاتبينه من شويه، مش هتعب نفسي، وبعدين اعمل كنترول ايه عشان اروح اول السطر نو no. خلاص تمام. يبقى دايما انا فاكرين القصه دي لما بعمل كده كوماند، فاكرين الشورت كات بتاعت لوحه المفاتيح، لما بعمل كنترول ايه يوديني اول السطر، كتبت نو no وضغطت انتر، خلاص على كده. طيب اوكي، يبقى كده دي اول جزئيه اللي هي جزئيه ايه الديفولت انفورميشن اورجنيت. ايه بتعمل لنا ايه؟ بتعمل كرييت للديفولت روت. ديفولت روت اسمه ار ستار، وبينشر يوزع على كل الراوترات، بيصبح الراوتر هو اللي انا عملت فيه الكوماند ده، اي باكت غريب عند الراوترات مش عارفه توديه فين هتبعته لمين؟ هتبعته للراوتر اللي انا واقف عليه. اقول تاني دلوقتي الراوتر الاتش كيو الهيد كوارتر، كل الراوترات عندها حاجه اسمها ار ستار. معناها ايه؟ معناها ديفولت روت كانت تساوي الاس ستار اللي انا كنت بعملها. الريب بس انا ما عملتهاش بايدي، الريب هو اللي نشرها عن طريق الكوماند ده. فدلوقتي لو في اي باكت عند راوتر 2 مش عارف يتصرف فيها هرسلها للهيد كوارتر. راوتر واحد كذلك، برانش واحد، راوتر 3، برانش 2، كل الراوترات عندها حاجه اسمها الديفولت انفورميشن. خليني اوريكم برضو مثلا برانش 2، نقول له شو اي بي روت، انا باكد اهو ريب اهو اللي هو ده. كل الراوترات عندها المسار ده،
يعني. وطبعا احنا اتفقنا لو تفتكروا زمان الاول الراوتر بيشيك على كل دول، اذا ما لقاش فيهم حل بيلجأ لده، لكن ما بيشيكش عليه من البداية خلاص، يعني بيلجأ لهذا الحل اذا ايه، اذا لم يجد للشبكة دي اصلا مكان عنده. والحل ده بيقول له خلاص اي شبكة بقى، اي شبكة باي صبنة ماسك مش موجودة عندك هنا، ابدأ وديها لمين؟ لده، وده هيوديها لمين؟ للهيد كوارتر. او هو ده الهيد كوارتر اصلا اللي هو 4-1، لان برانش 2 دايركت كونكتد معاه. وضحت كده؟ طيب نخش بقى على الجزئية اللي بعدها الحقيقة، اللي هي جزئية اللي ليها علاقة بيها انا قلتها، اللي هي الاي بي كلاسليس. برضو قبل ما ابدا في حته الاي بي كلاس ليس، خلينا كده نراجع على مساله الديفولت روت في عجاله، في اختصار، في عباره موجزه زي ما بيقولوا. ايه هو الديفولت روت؟ ببساطه خالص، باجي على اعمل ستاتيك روت زي ما اتفقنا في الرسمه دي لهيد كوارتر، ده اللي متوصل على سيرفيس بروفايدر على الانترنت، فانا لازم اعمل فيه ستاتيك روت ديفولت روت يشاور على الانترنت. طب وباقي الراوترات؟ لا مش هعمله. ليه؟ لان هخلي الريب اللي يعمل بالنيابه عني يوزع الديفولت روت او ينشره لكل الراوترات. طبعا في الكيس بتاعتنا في الرسمه دي حصل ما احتاجناش الاستاتيك روت. ليه؟ لان الشبكات دي اصلا دايركت كونكتد، هو قادر يوصلها من غير حاجه. لكن برضو انا عملت لكم حاجه ايه زي كده، ايه تجربه كده، اللي هي ايه الاستاتيك روت اللي شاورنا بيه على النل. طيب ايه بقى علاقه الاستاتيك روت بقصه الامر كلاسليس ده؟ ايه هو الاي بي كلاسليس؟ بيقول لك انستراكت سيسكو اي او اس سوفت وير تو فورورد باكيتس ديستنيتد فور ان انون سبنت تو ذا بيست سوبر نت. انا عملت لكم مثال بسيط كده، بصوا معايا للمثال ده. انا جاني باكيت، عايز يروح لدي 10.1.4.4. تاني انا في راوتر وده الراوتينج تيبل اللي انتوا شايفينه، ده الراوتينج تيبل. الراوتينج تيبل ده او الراوتر ده اللي فيه الراوتينج تيبل ده جاله باكت عايز يروح ل 10.1.1.4، هيعمل ايه؟ احنا الحقيقه عندنا اسلوبين، الاسلوب اللي هو اللي احنا بنسميه كلاس فول وكلاس ليس. لاحظ الكلاس فول بيهيفير، السلوك ده هيعمل ايه؟ هيجي الباكت كده يبص عايز تروح لمين؟ 10.1.4.4. طيب العشرات اصلا لو تلاحظ انا ممكن اعملها هنا كده، العشرات اصلا متصنفه تحت ده، اي حاجه بتبدا ب10 متصنفه هنا. فهو الراوتر هيدخل يقول دي 10، يبقى انا ادور هنا، هل هنا 10.1.1؟ لا مش هي دي، 10.1.2 مش هي دي. خلاص هيعمل ايه في الباكت ده؟ يعمل له دروب. هتقول لي بس عنده ستاتيك المفروض كان يوجهها ليها. ده الاسلوب القديم اللي كان بيستخدمه الريب فيرجن 1 والاي جي ار بي. تاني يا جماعه، ازاي الراوتر كان بيتصرف مع الباكت؟ كان بيبص على الديستنيشن وبعدين يبص على الاساس اللي تحته تفريعات او تحته سبنتد، ويشوف هل العشره دي موجوده هنا؟ ما لقاش، خلاص دروب. ليه؟ لان الراوتر مصنف العشرات لوحدها، ال 172 لوحدها، ال 192 اللي هي الايبهات اللي متصنفه. فكان بيعمل ايه؟ ده الاسلوب ده الاولاني القديم اللي احنا بنسميه الكلاس فول بيهيفير. يبقى الراوتر ويل تراي تو فايند، هيحاول يجد الاجابه تحت ده السبنت اللي اسمه 10، ومش هيحاول يبص في اي حاجه خارج هذا الرينج، فبالتالي مش هيلاقي، فبالتالي هيعمل دروب لهذا الباكت. ده بنسميه الاسلوب ده ايه؟ كلاس فول. في اسلوب تاني اسمه الكلاس ليس. الكلاس ليس لا بقى بيعمل ايه؟ بيحاول يجد الاجابه في الجزء ده اللي هو السبنتنج او السبنتد اللي تحت 10. طب اذا ما لقاش يعمل ايه؟ هيحاول يدور بره هذا السبنت في حاجه اسمها الديفولت روت، فيروح يدور على الديفولت روت. طبعا هيلاقي الديفولت روت ينطبق، هيلاقي عنده اصلا ديفولت روت. لو ما لقاش ديفولت روت هيعمل له دروب خلاص، لكن لو لقى الديفولت روت هيوجهها لمين؟ ل 10.1.3.254. هيعرف ان الباكت ده
لازم اللي هو 10 1 4 4 الباكت اللي عايز يروح ل 10 1 4 4 هيقوم يطلعه من 10 1 3 254 يرميه على الاي بي ده او يطلعه من البورت اللي بيوصله للاي بي ده. تاني انا بتكلم دلوقتي بشكل عام، انا لسه ما شرحتش الكوماند، انا بقول دلوقتي في اسلوب قديم كان الراوترات بيستخدموا في البحث عشان يقدر يوصل للديستنيشن اللي الباكت عايز يروح لها، وفي اسلوب جديد. الاسلوب القديم اسمه كلاسفول. الاول بيدور على التقسيمه، هيلاقي عنده مثلا تقسيمات 10، يلاقي تقسيمات 172، تقسيمات 192، يدور لغايه لما يلاقي التقسيمه اللي المفروض الاي بي بتاع الديستنيشن يقع تحتها ويبدا يدور، اذا ما لقاش يعمل دروب للباكت. ده بنسميه ايه؟ كلاس فول. خد بالك كلاس فول. لكن الكلاس ليس بيعمل ايه؟ اذا ما لقاهاش في التقسيمه يرجع ينزل تحت خالص يشوف الديفولت روت. اذا لقى عنده ديفولت روت يتصرف، اذا ما لقاش خلاص خلاص ما فيش حل بقى يعمل دروب للباكت. ففي المثال بتاعنا ده هنا في ديفولت روت بيقول له اذا جالك باكت وما عرفتش توجهه طلعه من البورت وارميه تجاه البورت تجاه الاي بي 10.1.3.254. يبقى اذا هذا الباكت في النهايه اذا كانت كلاس فول ايه اللي هيحصل؟ دروب. الباكت ده هيتعمل له دروب. اذا كانت الكلاس ليس هيطلع هيطلعه من الانترفيسز اللي هيوصله لهذا الاي بي اللي هو 10.1.3.254. يبقى هو احنا دلوقتي بنفرق قبل ما نتكلم عن حاجه اسمها الاسلوب او البيهيفير او السلوك اللي بيتبعه الراوتر. الاسلوب القديم اسمه اي بي كلاس ليس، الاسلوب الجديد كلاس فول، اسف، الاسلوب الجديد اسمه اي بي كلاس ليس. في حاله الكلاس فول عرفنا ان الباكت هتعمل له ايه؟ دروب. لكن في حاله الكلاس ليس عرفنا ان الباكت هيطلع منين؟ من 10 او هيطلع من البورت اللي هيوديه على 10.1.3.254. ايه اللي دخل ده بقى؟ الاسلوب القديم ده كان مستخدم مع الريب فيرجن 1 والاي جي ار بي وكمان مع الريب فيرجن 2. لكن لما بدا يظهر بقى حكايه الديفولت روت وكده، فكان في بعض النسخ من نسخ الاي او اس بتشغل ريب فيرجن 2، بس لو شغلت الريب فيرجن 2 هيشتغل كلاس فول. لازم تديله كوماند اللي هو اسمه اي بي كلاس ليس عشان يبدا لما يجيله باكت، اقرا بقى كده، يأمر نسخة الاي او اس نظام التشغيل بيقول له كده ايه البيهيفير، ايه السلوك اللي هتتبعه. لازم لما يجي لك باكت عايزه تروح لوجهة انت ما تعرفهاش مررها ووديها للديفولت روت. خلاص كده، فكان لازم الامر اي بي كلاسلس. لكن هو في الفيرجن الجديد هتلاحظوا ان اللاب بتاعي ما احتاجش كده. يعني مثلا انا دلوقتي لما عملت الديفولت انفورميشن اورجنيت ما احتاجتش اعمل كده. ها ليه؟ لان النسخ اللي عندي من الاي او اس دي حديثه، فالنسخ دي معمول فيها الكوماند ده. يبقى الكوماند ده يا جماعه على فكره اندثر، ما عادش ليه لازمه، ما عادش ليه وجود. ده بس كان في الاولد فيرجن، في الاولد فيرجن من الريب فيرجن 2. وضحت كده؟ يبقى تاني بقول وباختصار شديد اهو، الاي بي كلاسلس امر كان بيستخدم في الفيرجن القديم خالص من نسخ الاي او اس علشان يساعد الريب فيرجن 2 انه اذا ما لقاش الديستنيشن في السبنت ما يعملهاش دروب. امال يعمل ايه؟ يروح يدور لها على الديفولت روت علشان يوجهها من خلالها. الحقيقة بس أنا حابب إيه أوضح جزئية. الحقيقة أنا ما بحبش أفوت حاجة أو أخلي فيه جزئية غامضة. خلينا أتكلم عن الراوتينج تيبل ستراكشر، بنية الراوتينج تيبل. الحقيقة الراوتينج تيبل بيتبني بشكل معين كده يا شباب، بنسميه إحنا عندنا ممكن يبقى في حاجة اسمها ألتيميت، يعني سطر بنسميه ألتيميت، يعني هو سطر وحيد، وفي سطر بنسميه بيرنت وتشايلد. لو تلاحظوا ان السطر ده انا قمت جاي واخد هنا مسافات شويه كده عشان اقول لك ان الثلاث سطور دول اللي انت شايفهم عباره عن تشايلد. الثلاث سطور دول اللي هم تحت دول اللي هو السي والدي والسي، دول تشايلد او ابناء من البيرنت الوالد ده. خليني اوريها لكم على مثلا، خلينا نروح على الهيد كوارتر، خليني اكبر الدنيا كده. انا حابب الحقيقه اوضحها ليه؟ لان انا قعدت اتكلم على الكلاس فول والكلاس ليس.
شو اي بي روت وخليني اتكلم عنها شويه واقول ايه الفايده منها وليه بنعمل الدنيا بالشكل ده كده. خلينا نبص على الراوتينج تيبل ده. هتلاحظ حاجه، انا قلت له شو اي بي روت، الله المفروض يكتب لي السطر ده بس، صح؟ ايه لازمه السطر ده؟ السطر ده بنسميه البيرنت الاب، والسطر اللي بعده ده بنسميه التشايلد. واذا لقيت مسار، واذا لقيت مسار مكتوب بالشكل ده من غير اب، ده بنسميه الالتيميت تاني. يبقى ده التيميت وده بنسميه بيرنت وده بنسميه تشايلد. معلش انا ايه، خليني اوضحها بس شويه، دي نقطه مهمه الحقيقه جدا جدا ان الواحد يفهمها، اللي هو ازاي ايه البنيه عشان يعرف يقرا الراوتنج تيبل. يعني واحد يقول لك الاس السي دي عباره عن لوب باك شبكه دايركت كونكتد بالهيد كوارتر. الله، امال ايه اللي هو كتبه فوق دي؟ انا هسالكم سؤال، 1.1.1.1 ده النتورك اي دي صح؟ سلاش 32 صح ولا لا؟ رجعه لاصله، ده كلاس ايه ولا بي ولا سي؟ هتقول لي كلاس ايه، يبقى اذا هو اصله كده. المفروض سلاش 8، فهو عايز يقول لك ان ده، ان الشبكه دي هي عباره عن شبكه فرعيه من الاصل ده. حتى تلاحظ هنا ما كتبش السبنت ماسك لانه مكتوب فوق. لكن لو جيت تلاحظ على السطر ده مثلا هتلاقي 200 اللي هو الالتيميت، ها 1 0 0 سلاش 4، وايه ده ايه ده؟ ليه هنا ما عملش بيرنت ليه؟ ليه ما عملش اب؟ لان هو كده ده مش سبنتد اصلا. اولا 200 ده كلاس ايه ولا بي ولا سي؟ كلاس سي. طيب و 200 1 1 0 ده اصلها صح؟ سلاش 24. طالما ما مش متقسمه، طالما ان الشبكه دي مش متفرعه لفروع، فبيسيبها زي ما هي. اقول تاني، السطر ده انا عندي الشبكات، يا اما هي ده اصلها وده وضعها الطبيعي نفس السبنت، ما لعبتش في السبنت ماسك، يعني هي كلاس A بقت سلاش 8 اللي هي 255 ثلاث اصفار. كلاس B الشبكه من كلاس B سلاش 16 اللي هي 2255.00. كلاس C يبقى 3255، ايه ما عملتهاش سبنتنج. لكن اذا انا عملت لها سبنتنج، يعني مثلا حاجه زي ال 192، ال 192.168.4 انا عملت لها سبنتنج بدليل ان انا خليتها سلاش كام؟ 30. فاهم؟ على طول طالما انا عملت لها سبنتنج ومش سايبها بالاصل بتاعها اللي هو سلاش 24، فرعها لك، كتب لك كده 192.168.4 ده الاصل، والشبكه دي مقسمه الى سبنتد كام سبنت؟ واحد. لاحظ هنا 172.16 قال لك دي متقسمه كام؟ 0 1. كام سبنت؟ 4 سبنت. يبقى طالما الشبكة متقسمة بيعمل سطر فوق بيسميه البيرنت، وأسطر تحت بيسميها إيه؟ بيسميها التشايلد. واضحة برضه ولا مش واضحة؟ أما إذا كانت مش متقسمة بيعملها في سطر واحد وبنسميه الألتيميت. طب إيه السبب يعني؟ يعني ليه الراوتنج تيبل بيعمل القصة ديت؟ يعني إديني سبب مقنع. ها؟ طبعا هتلاحظ هنا السطر ده اذا ما كانش متقسم هنا كاتب 24، لكن هنا كاتب لك ايه؟ ان ده اصلا سلاش 16، بس هو قال لك ايه؟ قسمها على سلاش 24. المهم انا عايز اقول ليه الراوتنج تيبل بيتبع الاسلوب ده؟ انت اذا انت اديته مسار لشبكه معينه او عرفته بشبكه معينه ايا كانت الطريقه بقى، دايركت كونكتد ستاتيك ريب او اس بي اف اي جي ار بي، المهم ان هو عرف شبكه جديده والشبكه دي لازم يحطها في الراوتنج تيبل، فبيبتدي يبص هل الشبكه دي معمول لها سبنتنج ولا هي باصلها؟ اذا كانت باصلها بيكتبها في سطر واحد سميناها التيميت، انا باكد اهو قبل ما بوصل للنتيجه. اذا كانت معمول لها سبنتنج بيعمل لها سطر فوق كده بنسميه البيرنت اللي هو ايه؟ الاصل الاب، وتحته التشايلد اللي هي التفريعات اللي جايه منه. طب ما هو السبب او الهدف من هذا؟ انا عايزك بالله عليك تتخيل ان في راوتر مثلا ماسك الشبكه 10 وليكن، ومقسمها مثلا الشبكة 10 مقسمها، والشبكة 12 مقسمها، والشبكة سبنتنج، والشبكة 12 والشبكة 13 14. فلما يجيني باكت عايز يروح ل 172، لو انا مش عامل القصة دي هيعمل ايه؟ هيقعد يدور في كل، لو هي كلها التيميت، لو هي كلها معمولة بنفس الشكل بتاع السطر التيميت ما عملش بيرنت وتشايلد. تاني لو جاني باكت انا عندي شبكات 10 و11 و12 و13 و14 لغايه الشبكه 172 وكلها معموله في سطر واحد،
وهو جاله باكت عايز يروح فين؟ وخد بالك متقسمه، وجاله باكت عايز يروح ل 172، هيدن يبص على 10، هيبص على السطر اللي فيه 10 وفي 11 وفي 12 وفي 13 وفي، صح كده؟ هيبص على كل الاسطر دي على ما يوصل ل 172، فهياخد وقت في البروسيسنج، هياخد وقت على ما يوصل للروت اللي هو عايز يوصل. فهم حبوا يوفروا شويه، فقال لك بص الشبكه 10 لو متقسمه، بدل ما تعمل كل قسم في سطر لوحده فانا اقعد ابص عليهم 5 مرات، يعني مثلا زي دي كده، هو لما بيجي له باكت عايز يروح ل 200 هيضطر يبص على السطر ده والسطر ده والسطر ده والسطر، لا بيبص فقط على البيرنت، لا البيرنت كام؟ 172. يبقى كل التشايلد اللي تحته عباره عن، ها ممتاز، 172. يبقى بعد ما بص على السطر ده وما لقاش 200 يجري على طول يقفز الى هذا السطر. يبقى انا وفرت كام سطر؟ 4 سطور، ما بصش عليهم. اقول تاني لو جاني باكت عايز يروح للشبكه 200، انا هعمل لكم اهو بالترتيب، افترض الراوتنج تيبل بنفس الترتيب ده كده، وجاني باكت عايز يروح للشبكه 200.1.3.0، عايز يروح للشبكه دي، لو انا كله التيميت هعمل ايه؟ لو انا مش عامل البيرنت، انسى البيرنت، كنت هبص على السطر ده والسطر ده والسطر ده، صح؟ والسطر ده والسطر ده والسطر ده لغايه لما اوصل ل 3، حتى هبص هنا هبص على السطر ده والسطر ده والسطر ده والسطر. لكن انا لما عملت قصه البيرنت دي، انا بصيت هنا على البيرنت مش 200، نقلت هنا مش 200. هتقولي طب ما هي هنا سطر، بس هي بتفرق بقى في الحاجات السب نيتنج كتير. بدل ما كان بيبص على السطر ده والسطر ده والسطر ده والسطر ده، هيبص هنا دي 200، لا هيقوم يقفز مباشره الى هذا السطر، لان ده البيرنت ابوهم بيقول لك انا ما عنديش حاجه اسمها 200 في الشايلد خالص. فالهدف الحقيقه من الشكل ده للبين، او بنسميه على فكره راوتنج تيبل ستراكشر، وانا انصحكم روح كده على الانترنت واكتب ذا راوتنج تيبل ستراكشر او اندرستاند ذا راوتنج تيبل ستراكشر. على فكره دي مقاله البارت 1 وبارت 2 ممتازه، من اروع ما قرات على شرح ازاي الراوتنج تيبل بيتكون وازاي بيتبني وتفهمه. وقعد بقى يوضح هو قصه الالتيميت وال، الحقيقه ممتاز، يعني مقاله الحقيقه ممتازه. تاني روح جوجل بس، عشان انا قصه الرفع ديت واحد يقول لك طب ارفع لنا الدوكيومنت ده، على فكره هو 17 صفحه، انا هطبق معاك اهو. انا هكتب كده مثلا راوتنج تيبل ستراكشر، هكتب الكلمه الاخيره دي كده، نروح على الهوم بيج، راوتنج تيبل ستراكشر، هتلاقيها اهي بي دي اف، ليرنينج ذا راوتنج تيبل ستراكشر، وهي تو بارت، بارت 1 وبارت 2. ممتازه جميله جدا، اقراها علشان تقدر تعرف بس القصه اللي انا عمال احكي فيها دي. نرجع تاني للموضوع بتاعنا، يبقى فهمتوا بس القصه دي؟ يبقى احنا النهارده بقى بنقول ايه في الحته دي اللي هي الامر اللي اسمه كلاس ليس. بيعمل ايه الكلاس ليس والكلاس فول؟ احنا قلنا الراوتنج تيبل كان عنده اسلوبين، الاسلوب القديم او نسخه الاي او اس اللي هو نظام التشغيل عنده طريقتين، الطريقه القديمه في البحث في الراوتنج تيبل والطريقه الحديثه اللي هي الكلاس فول والكلاس ليس. الكلاس فول بيعمل ايه؟ يجي يبص بص لقى البيرنت، هو دلوقتي عايز يروح للشبكه، احنا اتفقنا 10.1.4.1، يعني هو دلوقتي جاي له باكت عايز يروح ل 10.1.4.1، جاي له باكت بيقول لي وديني للجهاز ده، فبدا يبص، فهو ماشي لقى 10.0.0، خلاص. اذا هو بيقول لنفسه كده، طالما انا لقيت بيرنت يبقى لازم الاقي الوجهه دي هنا، اذا ما لقاهاش هيعمل دروب للباكت، ده الكلاس فول. لكن الكلاس ليس قال له لا يا حبيبي، انت صحيح مش هتلاقيه في البيرنت، بس ممكن يبقى عندك ديفولت روت، فلازم تروح تعمل سيرش في الديفولت روت. فكان زمان بيعملوا القصه دي ازاي؟ عن طريق الامر اللي اسمه اي بي كلاس ليس. تروح على المود الكونفيجر وتقول له يا اي او اس لما يجي لك باكت دور، اذا ما لقيتش دور عندك على الديفولت روت. لكن زي ما قلنا الكوماند ده اندثر، ما عادش ليه لازمه خلاص، يعني لو ما عرفتوش ما فيش مشكله، انسى انك عرفته خالص، لان دلوقتي كل نسخ الاي او اس الجديده بتعمل ايه؟ بتدور، واذا لقت بيرنت ودورت في البيرنت ما لقيتش، على طول تنزل لاخر راوتنج تيبل تشوف في ستاتيك روت ولا لا، اذا لقت ستاتيك روت تستخدمه، اذا ما لقتش تعمل دروب للباكت. يبقى انا النهارده قلت ايه كده، او دلوقتي في المحاضره دي قلت ايه؟
قلت الكوماند بتاع الاي بي كلاس ليس، وارجو ان يكون واضح. هو ما عادش ليه لازمه يا جماعه. باي ديفولت دلوقتي، باي ديفولت اي راوت، اي اي او اس نسخه اي او اس اي بي كلاس ليس، يعني هي بتدور بالطريقه الجديده، مفيش حاجه اسمها كلاس فول. وكمان قلنا موضوع الديفولت ارجونيت، ان انا بدل ما اروح على كل راوتر واديله اللي هو الديفولت روت، الديفولت اي بي روت اصفار دوت، لا انا هعمله في راوتر واحد اللي هو الراوتر اللي موصلني بالسيرفيس بروفايدر، وبعدين على نفس الراوتر اللي فيه الستاتيك روت دوت اعمل الكوماند اللي اسمه ديفولت انفورميشن اورجنيت، وهو هيبدا يقول للناس كلها عن طريق الراوتنج انفورميشن بروتوكول او الريب ان انا يا جماعه اللي عندي ديفولت روت، اي حد عنده باكت يبعتها لي وانا هوصلها ان شاء الله. طيب الحقيقه انا ملاحظ ان زمن الفيديو الحقيقه كبر، فخليني اوقفه واكمل تسجيل الحقيقه على اللي هي اللود بالانس. احنا قلنا النهارده زي ما قلنا كان المفروض اشرح نقاط كتيره منها. طيب ادي اللود بالانس نقطه باقيه، والسبليت هورايزون والباسيف والنيبر. طيب خليني اقفل واسجل فيديو كمان في رعايه الله. سلام عليكم.